ليش ما جبت بو؟ خلاص اصبر شوي خلني اروح. طيب ليش تتنفس؟ وقف شوي. طيب اليوم جايب لكم الحلقة 32 من سلسلة ماينكرافت. طبعا تقريبا لي يومين ما نزلت عن السلسلة ذي شيء. جلست اشتغل في القرية، يعني سويت كم شيء الحين بوريكم. اوكي بس خلوني ارقى فوق عشان يوضح لكم اللي سويته. شوفوا كيف القرية. شلت الاشياء اللي ورا الجبال الصغيرة مدري شلون جاية ذي، شلتها كلها، وشلت البيت اللي كان هناك وكبرت المساحة هنا. شوفوا كيف. طبعا باقي هذيك الجهة ما بعد جيتها، بشيلها بس بعدين، بس اني شيلت كل اللي ورا، فتوقع الشكل صار خرافي. طبعا لو نروح ورا بتشوفون انه صار عندي مساحة حتى هنا. شفتوا كيف صارت القرية مرة اكبر، يمدينا نسوي اكثر من بيت هنا. هنا طبعا خليت درج يرقيني فوق، يمكن اخلي ذا المنطقة مرتفعة. ما ادري والله لين الحين ما ادري وش اسوي، بس شفتوا كيف صار المكان. طبعا خليتها هنا مرتفعة بلوك. هنا ترى كان البيت، شوفوا السرير باقي لين الحين، ما شلته عشان يجون ينامونهم. فصارت عندي الحين كذا المساحة، اتوقع هنا هين هذا من اللي شلته الباقي، يعني الارض ديرت وخرابيط. سديت الباب زي كذا عشان ما يدخل لي شيء ولا احد يطلع من القرويين، يعني يوم بديت اكسر اكتشفت انهم بدوا ينحاشون شوي. الخرفان ذولي ما ادري من وين، ترى رسبنا ومن الهواء. خلوني الحين اوريكم. طبعا اي صح، اضطريت اروح كهف. الكهف ذا، لا ما ادري، لا صح جوا. دقيقه خلوني اوريكم وش صار جوا في الكهف التشعبي. طبعا انا لي يومين ما نزلت، جالس اعدل اشياء كثيره. اطلع وش فيك، جالس اصلح اشياء كثيره واعدل. شوفوا وش لقيت، اتوقع في واحدة من الفتحات هذه، ممكن هذه، لا هذه وصلتني لين الكهف نفسه اللي تحت هنا اتوقع. ايوه هنا اكتشفت اماكن جديدة، رحت حفرت. اوكي في حديد ما اخذته، اوكي بلي اخذه بس بعدين. طبعا بوريكم ليش اصلا ما انتبهت للحديد ولا اخذته. طبعا ما حفرت الا من ذا الجهة ومن ذا الجهة بس، بوريكم وش طلعت. تخيلوا من فوق صح، بغيت انزل. تخيلوا من جهتين بس، يعني بوريكم الحين. اتوقع اصلا بان، ما ادري لاني فتحت الانفنتوري. اوكي خلوني اوريكم وش لقيت. طبعا اتوقع اني بخلص الهرم بدري لو ادخل كل شوي كهف. شوف وش لقيت. لقيت 21 حبة دايموند، 21 والله العظيم كلها من بس جهتين. كل ذا الدايموند لقيته من جهتين. طبعا اضطريت انا بالعادة، يعني او قايل لكم اني ماني بشايل الدايموند لين اوريكم وانا شيله، بس اغلبها في كهوف ما ادري، يعني ما اعرف ارجع لها مرة ثانية، يعني مكانها بضيعها، عشان كذا شلتها معي. شوفوا كملت تقريبا، اوكي كملت هذا يعني السطر الاول، الصف الاول. شو السطر الاول؟ اوكي خل نحط دقيقة. اوكي تعال زي كذا عشان نبدأ من هنا ان شاء الله. واو والله شباب شوف الشكل، ودي اكسرها الحين بس ما ينفع. طبعا شوفوا جمعت، رحت النذر وجمعت الاشياء ولقيت شيء غريب في النذر، بوريكم اياه بس مو بالحين. الحين شغلنا بيصير في السبونر. طبعا غيرت اشياء في السبونر، غيرت اشياء كثيره بس كلها خف الكواليس. يعني خلوني اروح للسبونر الحين. طبعا السبونر ذاك البعيد. ايه صح، في واحد كتب لي في الكومنتات انك تقدر توخر الزومبي ذولي اللي تحت المويه، انك تنور المويه. فبرضه يبي لي اجمع جلوستون وانور هذا تحت المويه. يعني هنا طبعا ما ادري شو اسوي، قدام بتصير بيوت، يمكن هنا اسوي محطة القطار احسن من ذا. ترى البيت يعني ترى كان بايخ. شوفوا اللي يتذكر المدخل شلون كان،
شلون الحين؟ هذا هم توه ما بعد كمل يعني. اوكي عطني شفري يلا. والله صارت تغييرات عندي في العالم. شوفوا كيف ذكرون الشجر، كان في شجر كثير. اوه مرسبنين طبعا. شوف الفترة وش الفترة، انا ايش فيني؟ الفتحة تغيرت، حتى ذا المكان تغير. بس دقيقة، انا دايما انسى اذا انا منورة ولا لا. بس خلنا نطل كذا من فوق. اوه ظلام والله. شفتوا كيف؟ كملته كامل. الحين نزل تحت تشوفون ايش سويت بعد. ترى بشتغل عليه اليوم، يعني مو بكل شيء خلف الكواليس عاد. فيلا الحين خلونا نروح له. ابي ارقى بس لين الحين ما سويت سلم هنا ولا شيء، ما ادري متى بسوي. يلا ننزل. طبعا ما رسبنا كثير، غريبه. اوكي شوفوا كل شيء متغير، كل شيء متغير. شفتوا كيف صار تحت زي كذا؟ اليوم بنكمله بنضبطه. الزومبي يصيرون هنا، فجأة اطقهم وعلى طول اخذ الاكس بي. في نفس الوقت اغراضهم او مثلا الاكل، احيانا يطيح حديد ذهب على طول يطيح ويروح في الصناديق اللي تحت، اروح انا من تحت واخذه. هنا طبعا فيها خرابيط شوي. انا احتاج الخشب، احتاج هذا. بنبدأ نبني الحين. بنسده، بنسوي لنا مكان يعني حلو هنا مرتب. نضبط السبونر. بس اول شيء بشيل ذي، بحاول ما اقص لقطات كثير عشان يعني اخليكم تشوفون يعني ايش بسوي، لاني احس اني سويت اشياء كثير خلف الكواليس. انت تستهبل انت؟ عطني الصندوق، ابي الصندوق يا اخي. الصندوق اخر واحد. ايوه اوكي، بس ببعد عن دولي عشان بحط الاغراض اللي ما احتاجها. تستهبل، ايش في التحكم اليوم كذا؟ اوكي خله هنا، ما ادري حط ذا. اوه وش هو ذا؟ كم بكاكس معي انا؟ ايه هذا السلكتاتشي. والله بكاكساتي خلاص. انا بوريكم ايش سويت في النذر بعد، يعني سويت اشياء هناك بسيطه بس يعني شلت بلوكات، يعني مو بشيء خرافي. اوكي حط ذا الحديد. هذا طبعا لازم. وش في علق؟ رسبنوا، والله قليل صايرين رسبنون. لازم اقعد فوق. اوكي خلونا نبدا بالشغل الحين. لا هذا غلط، هذا انا محوله، ما ادري كيف فيه، بس اتوقع اني بضطر اطلع. شفتوا كيف؟ انا ليش ما اديها لين فوق؟ عشان بسوي سقف اتوقع لو حطيت زي كذا. ايه ليش مسوي زي كذا انا؟ مرة عالية ذي. اوكي اصبر اصبر، لازم اشيل هذي. مفروض معي ديرت يا اخي، الديرت شيء مهم. دقيقة خلنا نشيل ذي. والله فل الاغراض، ما تدري ايش تحط هنا وش. اوكي يمكن يعني بنيت من فوق عشان اسدها يعني، والله ما ادري. بس اتوقع يبي لي اكسر بلوك الحين. لا خلاص 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 زي كذا. اوكي السلكتاتش ابعده، ابعد السلكتاتش، ما بي بكسر فيه. اوح يا ساتر يا ساتر. شفتوا خلاص هذا الحد، بعدين عاد نكمل احنا بسقف. الحين خلونا نبني. نزل ذا. اوكي بالله بلا ازعاج ها، ما في الا انت لحالك. ايش رايك تموت عشان ما تزعجنا؟ شفت؟ اوح طقتين غريبه. اوكي طبعا ما جمعت اكس بي ولا جيت اجرب الاشياء، تقريبا بنيته وتركته، قلت بعدين اجربه يعني. الحين خلونا نضبطه ذا، بحط فيه صناديق. بسوي مخزن في القريه، خلاص قررت، لان بيتي ما عاد صار يكفي. والمخزن بصنفه وبحط الاغراض مثلا المهمه هنا والاغراض اللي زي كذا، عشان يعني بعدين اعرف، مو بصير الموضوع لخبطه. اوكي زي كذا. اوكي عشان اتاكد، لان في بلوكات هنا يا اخي زياده. ذا ما احتاجه، نزل ذي. ف
فهمتوا بسوي زي كذا. وش هو ذا؟ هذه السده كلها ترى بتغير، عشان كذا انا جالس ارقع، بس انها بتغير بعدين، فهمتوا؟ اوكي، في هنا كول ودي اخذه، والله باخذه باخذه عشان ما اسكر عليه. يعني شكله ليل، شكله جاء الليل شباب، حسه ظلام. الا والله جاء الليل، هو تحت ترى عادي تنور تحت. ليش حطيتها على الجدار؟ بعد شوي بكسرها. هو عادي انك تنور تحت، اهم شيء فوق ما في نور عشان يرسبنون بس. اوكي، طبعا المساحات اللي في القريه، صح بقول شيء، في مساحات مره كبيره، انا ما جاء في بالي البيوت وسكه قطار، فلازم تكتبوا لي انتم اقتراحات. وش اسده فيه السقف؟ اسده بنفس البلوكه ولا جلوستون؟ والله يا ريتني جبت، يبي لي جلوستون. طيب خليني اشيل ذا الحين، اعطني اياه استفيد منه. طبعا يوم، طبعا لو تلاحظون اي صح اني يعني مكبر المساحه، خلوني ادخل اوريكم. اوكي، لو تلاحظون اني مكبر المساحه، اول اتذكر صغير سويت مليون حبه من ذي، وباقي حديد شوفوا اضطريت اروح اجمع. اوكي، حطيته في الصندوق، كان معي اتوقع 22. اوه اما يطيح فيها. اوكي، فالشباب اتوقع ما يبون يرسبنون، يمكن النور زايد، ما ادري والله، بعدين نشوف. بس شوفوا اللي تحت ظلام، عشان حطيت بلوكه لونها غامق. اوكي، سده يلا. باقي الارضيه شكلي بخليه كله بس من بلوكه واحده، والسقف يصير غير. اوكي، يبيلي اشيل الارضيه عشان يعني المكان ما يصير شوي مسكر وضيق، فنشيل الارضيه زي كذا بسرعه بالله. ديرت قلق، تسمعون اصوات المويه؟ في كهوف، في شغل تحتي. طبعا اخذت لفه انا، يعني عرفت تقريبا كل الكهوف، ما ادري والله اذا باقي كهوف ثانيه، والله ما ادري. اوكي، نور، ما بيصير ظلام ابد تحت. طبعا ترى منور يعني بالعاني كثير، عشان مو بالله كريبر طاب علي يفجر الخربان كل المكان. اوكي، اتوقع المكان كذا بيصير فخم لو صار كله خشب. ايه صح، خل نشوف اماكن الصناديق. ايه شفتوا هذا الحديد، خل نشوف اماكن الصناديق، خل نشوف اماكن الصناديق. وش ذا؟ والله حسبه شيء مرسبن. ايه قزاز هشوة، والله اقول وش ذا. انطل الديرت يا اخي، عطني الصندوق يا ليه، الصندوق. اوكي الحمد لله، خل نشوف مكان الصندوق. الصناديق كيف خليها؟ اوكي، اتوقع انه كذا حلو لو تكون كل الصناديق هنا. اصلا ما اتوقع اني احتاج برضو صناديق كثيره، بس خلنا ننطل فيها الاشياء اللي ما احتاجها الحين. لا هذا مهم، شلون نكمل الارضيه؟ اوكي خلاص، خل ذا الاشياء، جيب ذي، هنا في اغراض بعد. لحول فل، لا خذها والله. القزاز هذا لقيته في النذر، هذا اللي طايح من ما ادري حطه اي شيء، بس رق ذا. اوكي، الحين يبي لي اسد السقف، يبي لنا كذا السقف نسده، بس بطريقه اني بحط جلوستون طبعا. اوه هذا غير، لا مو بغير، ورا كذا طالع، تحسه في تغيير شوي. اوكي، ما ادري معي خشب، اما خلص او بيخلص، والله بيخلص تقريبا صفين خلاص. اوكي، خل نسوي زي هنا عشان من النص بيصير في جلوستون. يبي لي اطلع الحين واجمع 8، اوكي 9، كل عمود ب9. طيب يبي لي يعني اجمع الحين 8. يلا بسرعه، بعدين نروح على النذر على طول ونجيب جلوستون عشان نكمل فيه اللي بالنص. بوريكم شيء في النذر.
كثير. يا ساتر والله الاغراض. اوه في جلوستون 18، كويس. شوف الجلوستون والله كثير عندي، بس اول شيء خلاص معناته ما نحتاج جلوستون، عشان كذا الحين نسوي لنا كذا صندوقين نحط فيها كل اغراضنا، ما ناخذ الاكل وسيف، عشان اذا طحت لان يعني الواحد ما يخسر الا سيفه. اوكي حط اهم شيء السلك تاتش، جلوستون عشان مستعمله، هذا جلست سنتين اجمع. ما اتوقع الشفل، خل بكاكس وسيف، حط ذا اكس ما احتاجه. خلوني اوريكم وش لقيت. طبعا اتوقع اني منور انا بشموع عشان اعرف وينه، ما ادري والله. انا طبعا خمنت انه شيء، بس خلونا نروح له عشان اعلمك اقولكم وش هو. وين فيه؟ انا منور بشموع. لا مو بهناك. انت هذا اللي طيحني ذيك المرة. اوكي ممكن من هنا، شوفوا لاني باني طريق. اوكي لا طيح انتبه. في شمع، لا مو بشمع. وين فيه؟ اوكي انزل بشويش. يا ساتر يا ساتر. اوكي ضيعت الشموع لاني شكلي حاطه اصلا مو في مكان مو بواضح. اوكي ضيعت، هذا اول مره اشوفه، معناته اول مره اجي هنا. ليش جاي؟ معناته اللي ابيه مو من ذا الجهه. هذا وش هو؟ جديد ترى انه كذا شكله. متى خلص بس لا دعسك، او انا دعستك خلاص. طيب اوه ذا كبير، بسرعه بسرعه من هنا. اوكي طايحه. هذا وش؟ اتوقع ذا جديد، اتوقع ذا جديد. اوكي مت سوي كني ما شفته ذا. شباب وين ذاك اللي لقيته؟ شكلي بقول لكم وش انا متوقع، بس ما ادري احس لازم اروح له بعدين اقول لكم وش هو، وش توقعي انه وش. اوكي هذه البلوكة وش هي؟ البلوكة ذي، انتبه بس. اوكي انا ما اشوفه. اي هذا شفتوا؟ دقيقة ابي اتقدم. انا ليش رقيت اصلا؟ ليش رقيت زي كذا؟ اوكي اوكي خلوني اتقدم. شفتوا؟ وشو ذا؟ هذا وشو؟ اقول لكم تخميني طبعا بما اني وصلت. هذا معناته ان نهاية النذر، يعني اني ما اقدر اعدي. شوفوا البلوكات، شوفوا شكلها. والله مكان غريب الصراحة. شفتوا كيف؟ اتوقع انه يعني هذا النهاية لانهم حاطين لي البلوكة اللي ما تنكسر. يا كلب يا حيوان، شكل النهاية بس الشكل فخم. والله الشكل حلو الصراحة. طبعا انا وهقت نفسي الحين او ضيعت البوابة، فلازم اموت، لازم اموت وارجع. والله ضيعت البوابة، حتى المكان اول مرة اجي. خلونا نقرب زيادة، بس انا خايف من ذا يجي يطقني من ورا. شفتوا المكان؟ الكلب ناوي تطلق علي ها؟ شوي لا طايح زي قبل شوي. والله انداري انك بتطلق قبل شوي، اقسم بالله على الحافة بغيت امحط. ولا دهجد، انزلي تعال، مو بعشان ما يمديني ارجعها. لا صح؟ لا والله ما رجعت. خلاص عاد، خلاص برجع البيت. يا ليل عاد يا بثر ماينكرافت. وين راح؟ ليش ما جبت بو؟ خلاص اصبر شوي خلني اروح. طيب ليش اسكت، تنفس. يا ليل وش انا وهقت نفسي. مشكلة من وين رقيت؟ من وين رقيت انا؟ طيب ليسك والله لو طحت من فوق لدعسك دعس.
وقف شوي شباب. انا من وين جيت؟ من وين جيت؟ والله صدق كيف اروح؟ كيف؟ خلاص انطق انطق شوي. وش الاثنين؟ ولد. اوكي 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 سوي فلة سوي فلة. تعال تعال. وين الثاني؟ الثاني بعيد. تعال لي. وانتم صار حرب، صارت حرب في النذر مو تزين السبونر. الله يقطع ابليس هذا رشاش. شفتوا؟ الحمد لله وصلت. شفتوا ان هالبلوكات اللي ما تكسر شفتوا؟ تراك بثرتني عاد والله العظيم. والله الصراحة المكان غريب، بس انا اقول انها هذه نهاية النذر. مع اني اتذكر يعني ان النذر عادي تمشي فيه كل شوي يحمل لك، يعني يعطيك ما في نهاية. ما ادري ليش انا يوم جيت اخذ لفة ترى يعني حادني من كل مكان. فانا طبعا شفت الشكل غريب. طبعا تراها ذا الحيوان ذا اللي يطلق الحين ترى كسر كل الطرق اللي ينزل معها. انا توهقت فوق ولا يمديني اكسر لان شفته طايحة. وش اسوي؟ شو اسوي؟ والله صدق والله شوفوا كسر كل شيء. يطلق من بعيد بعد كلب. من وين اروح؟ كيف ارجع البيت؟ خلاص ابي ارجع. شوفوا كيف. والله ياخذ شيطانك. الله ياخذ شيطانك. خلاص يا قلب ابي اشوف. طيب ممكن تهدي شباب؟ انا وهقت نفسي فوق. خلاص شوفوا ما في الا حل واحد. لا ما ينفع ذا الحل يا اخي. شلون اموت؟ اموت تروح الاغراض. خلاص حتى ما صرت. شباب كيف انزل؟ ذا الكلب كسر كل شيء. خلاص يا بثر حتى ما معي بلوكات يعني. يا ليل الليل. اوكي لو نجي زي كذا. والله طيحة. دقيقة خلينا نشوف اللي هنا. مو بوقتك انت بعد. اقصد البلوكة ذي. والله محطة صحيحة. اصبر اصبر اصبر. انقلع يا اخوي. ممكن انزل من هنا. شوفوا هذا قريب. اوكي لا وهق نفسي عاد. اوكي وجع. وش الصوت؟ شكله صغير. اوكي الحمد لله لقيت لي طريق. استفدنا من ذا النهاية. وش تبي؟ وش فيهم؟ الاكل خلص. يا سلام شباب شكل هذه النهاية. هذه النهاية شكلها. حرام والله يا اخي تطويرة السيف قوية. بجلدهم فيه. وش يعني؟ اصبر بس جايك. ها اصبر شوي. تعال طق انت. ولا ما تطق؟ وش الصوت فوقي ترى احس. اوكي ان شاء الله ما تخلص البلوكات. حتى الجاست ما ادري اتوقع اسمه جاست. ترى دائما لخبط بين جوست وجاست. وشو ذا؟ حتى القاس طفش ما صار يطلق علي. يلا 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 منك. يلا يلا بس يلا. خلاص خلاص شوفوا ما في الا حل واحد. احط كيب انفنتوري واموت وارجع البيت لاني صراحه ضيعت الطريق والله. اوكي سويت هذا الحل الوحيد. على طول نام. وش ذي الروحه للنذر ذي؟ خليني اشيل الكيب انفنتوري. مش راحة النذر ذي؟ بس ودي اغير عاد ذا الكابلستون. اتوقع لازم اغيره. ماني حاسه معطي شكل شوي تغيير يعني لانه مو كله كله خشب. خلاص عاد. اوكي اوكي شفتوا صار نور الحين. شيل الشموع ذي. خلصنا من ذا. اوكي اتوقع خلاص السبونر. في عاد بعض التفاصيل يعني عاد اعدلها بعدين. اوح
يا اخي الاصوات هنا قويه ليه؟ ترى دائما يشككوني انهم مرسبنين هنا، ولا في شيء؟ دقيقه، يمكن في غلط عندي. لا ما في شيء حتى يرقون عليه. ها رسبن وخلصوا. لازم اوقف يعني انا اتوقع لازم. من فاضي علينا هو غصب يعني، اذا جيت تجمع توقف تحتريهم بعدين. اوكي برضو ما جبت سلم ولا جبت شيء عشان ارجع عليه. اذا جيت اكسر ذا استعمل اللي يدبل البلوكات عشان نشوف كم بيطلع معنا حبه دايموند. طبعا اعطوني اقتراحاتكم وش اسوي غير البيوت ومحطه القطار ورا، لانه ورا ما شاء الله المساحه صارت مره كبيره ورا. ففي صوت سكيلتون، فاعطوني شيء اسويه. طبعا خلاص قررت اخلي ذا المنطقه كذا مرتفعه، بس بغير يعني برتبها، ماني مخليها كذا جهه نازله وجهه مدري وش، بضبطها انا هنا. هذا الكريبر اللي انفجر قبل ما نبني السور عشان يعني اقدر اسويها الحلقه الجايه. فبس هذا اللي كان عندي اليوم. لا تنسى لايك واشتراك ومع السلامه.